طلاب ميدل 1، أهلا بيكم مع لسن جديد من دروس الجيومتري. النهاردة هناخد congruent of triangles. أخذنا اللسن اللي فات congruent في العموم ما بين البوليجونز وعرفنا ازاي بنحل. يلا بينا نتعرف على congruent of triangles. أولا لو أنا عندي two triangles، التريانجل بيبقى فيه كام element؟ يعني إيه كام element؟ فيه كام sides وفيه كام angle. عنده 3 sides و 3 angles، يبقى كده كل triangle بيبقى عنده 6 elements. okay 3 sides and 3 angles. لو انا عندي 2 triangle وعايز اقول ان عليهم ان هما congruent، عايز اقول عليهم ايه؟ ان هما ايه؟ congruent. يبقى لازم ال 3 sides دول هنا equal ال 3 sides اللي هنا، وال 3 angles اللي هنا equal ال 3 angles اللي هنا. يبقى 6 elements in first triangle equal 6 element in the second triangle. تعالوا نقرأ الإكسبريشن مع بعض. Two triangles are congruent if each element of 6 element in one of the congruent corresponding to in to each element in the other triangle. يعني إيه؟ معناها كل element في 6 element في التريانجل الأولاني مالها congruent مع ال corresponding. correspondings معناها المقابل ليها أو اللي قصادها، يعني الانجل دي قصادها الانجل دي، اللاين ده اللاين ده قصاده اللاين ده، وهكذا. وبكده نكون فهمنا يعني ايه ان 6 element equal 6 element. طيب التريانجل عشان يبقى congruent بيبقى عندي cases. يعني ايه عندي cases؟ هو انا مش هلاقي 6 element كلهم قد بعض على طول، لا. انا هتلاقيني مديك في السؤال الرسمة التو تريانجل هديك information. انا هديك 3 informations ان هما 3 حاجات هنا قد 3 حاجات هنا ما بين sides وما بين angles. فانت هتقولي طالما انت مدياني 3 حاجات يبقى باقي 3 حاجات التانيين كمان congruent. يعني مثلا لو انا قلت side ده equal side ده والside ده equal side ده والangle دي equal الangle دي، خلاص ده يكفيني ان هما congruent، ان انا عرفت ان 3 حاجات هنا قد 3 حاجات هنا، يبقى 2 triangle دول مالهم congruent. بما ان هما congruent يبقى اللاين ده كمان قد ده، والانجل دي بقت قد دي، ودي قد دي. يبقى انا اديتك 3 حاجات ايكوال 3 حاجات، فانت هتطلع الثلاث حاجات التانية congruent مع الثلاث حاجات. طيب هو اي sides واي ال واي angles؟ لا، في cases. في ايه cases؟ وفي شروط للcongruent، تعالوا نعرفهم مع بعض. اول case هنقول the cases of congruent of two triangle. الفيرست case بتتكلم عن ايه؟ الفيرست كيس بتتكلم عن ان انا لو عندي 2 تراينجل، انا عندي ايه؟ 2 تراينجل. لو التراينجل الاولاني اسمه اي بي سي والتراينجل الثاني اسمه اكس واي زد، وانا قلت لك انا عندي 2 سايدز، السايد ده ايكوال السايد ده والسايد ده ايكوال السايد ده. 2 سايدز، الكيس الاولانيه بتقول ايه؟ ركزوا معايا. 2 سايدز اند ذا انكلودد انجل. يعني ايه انكلودد انجل؟ يعني الانجل اللي ما بينهم، الانجل اللي ما بين ال 2 سايدز congruent. يبقى نقول مع بعض two triangle are congruent امتى؟ لو عندي two sides and the included angle اللي هي the angles between them. يبقى the first case of congruent بتتكلم على ايه؟ ان انا عندي، يبقى عندي two sides congruent. two sides ايه؟ congruent. والangle اللي ما بينهم، والangle ايه اللي ما بينهم؟ يبقى two sides and included angle. two sides and included angle. فالكيس دي اسمها SAS، two sides included angle. يبقى ايه هي الكيس اللي اسمها SAS؟ معناها two sides included angle. two sides and included angle. فيها اي مشكلة؟ دي بسيطة وسهلة. طيب تعالوا نقراها. يلا two sides and included angle. قلنا two sides and included angle يعني هم خطين والانجل ما بينهم، خطين والانجل ايه ما بينهم. two triangle are congruent if two sides and included angle. two sides and included angle. two sides and included angle in one of the triangle مالها congruent with its corresponding in the second or the other triangle. يبقى الكيس الاولانيه بتقول ايه؟ two triangle are congruent if two sides and included angle in one of the triangle and the two triangle are congruent to its corresponding part in the other triangle.
طيب الكيسز دي تتحفظ؟ اه في الاكزام ممكن يقول لك سمع تو كيسز، او تيجي في الكومبليت يقول لي في الكومبليت تو تراينجلز ار كونجروينت اف تو سايدز اند، ويسيب ويعمل دوتس، ده معناه ان احنا هنسمع الكيسز الاولانيه. يعني لو قال لي في الكومبليت تو سايدز اند تو تراينجل ار كونجروينت اف تو سايدز اند، هقول له ايه؟ اف تو سايدز اند انكلودد انجل ان فيرست تراينجل are congruent to its corresponding in the second of the other triangle. يبقى الكيس نمبر 1 بتتحفظ. عايز تحفظها باكسبريشن من دماغك احفظها، المهم تعرف تجيب الاجابه صح. الفور كيسز لازم اتنين تبقى حافظهم زي اسمك، والباقي تبقى عارفهم كويس برضو جدا، لان انت محتاج تكتبهم في الكومبليت. يلا بينا نشوف الكيس التاني. السكند كيس، السكند كيس بتتكلم عن ايه؟ السكند كيس بتقول لي ان انا لو عندي تو ترينج، لو انا عندي تو ترينج خلاص، مالهم التو ترينجل دول؟ التو فيهم تو انجلز اند وان سايد، تو انجلز، الانجل دي ايكوال الانجل دي، والانجل دي ايكوال دي، والانكلودد سايد بنقول عليها انكلودد سايد او سايد بتوين ذم. يبقى الكيس نمبر 2 بتقول ايه؟ الكيس نمبر 2 بتقول two angles and one side مالهم؟ بنقول two triangles are congruent if two angles and the side between their vertices أو between them، نقولها على طول، in one of the two triangles مالها congruent to its corresponding in the other triangle، in the other a triangle. يعني بنقول two triangles are congruent، two triangles are congruent if what؟ if two angles، if two a angles and side between them، and side between them، and side between them. دي الكيس number two اللي هي بتقول ايه؟ two angles والside ما بينهم، two angles والside ما بينهم. فالكيس دي اسمها ايه؟ ASA. الكيس number one نفتكرها مع بعض كانت بتقول ايه؟ بتقول two sides and included angle، two sides اهو، two sides included angle، angle تبقى ما بينهم، two sides and included angle. فالكيس دي اسمها two sides و included angle اسمها SAS. اما second case بتتكلم عن ايه؟ second case بتتكلم عن two angles and the side between them، two angles دي equal دي ودي equal دي والside between them، side between a them. يعني ما ينفعش two angles هنا والside بعيد عنهم، لا two sides و ايه؟ two angles with side between them، فاسمها الكيس A اهي، two angles with side between them، يبقى A S A. يبقى احنا عندنا الكيس two case، اول كيس S A S ودي second case A S A. تعالوا نشوف ال third case. ال third case بتقول ايه؟ لو انا عندي two triangle، لو انا عندي two triangle تمام، وال side ده equal side ده، وده equal ده، وده equal ده، يبقى ال three sides equal ال three sides، يبقى الكيس دي اسمها SSS. الكيس دي اسمها ايه؟ SSS. if يبقى two triangle are congruent if a if each side if each a side in one of the two triangle congruent to the corresponding sides in the other triangle. If the three sides in one triangle congruent to its corresponding side of the other triangle. ودي الكيس number three اللي هي بتقول ان ال three sides equal ال three sides. يلا بينا للكيس نمبر 4 واخر كيس معانا قبل ما نبدا نحل ونشوف ونتعرف على الكيسز ازاي بنعرفهم في الرسومات. يلا بينا. الكيس نمبر 4 بتتكلم عن الرايت انجل تراينجل، بتتكلم عن الرايت انجل ايه؟ تراينجل. لما هي الكيس بتتكلم عن الرايت انجل تراينجل يبقى طبيعي ان هما الاثنين رايت انجل، طبيعي ان هما الاثنين رايت انجل. بيقول لي الشرط عشان يبقى عندي الكيس ديت، بنقول ان احنا بيبقى عندي رايت انجل، بيبقى عندي رايت ايه؟ انجل ايكوال رايت انجل خلاص، والهايبوتنس ايكوال الهايبوتنس، والهايبوتنس ايكوال ايه؟ الهايبوتنس. الهايبوتنس اوله حرف الاتش فبنكتب اتش. واحد من التو سايدز ايكوال واحد من التو سايدز ده، يعني السايد ده ايكوال ده او ده ايكوال ده، واحد منهم، فبنقول ار اتش اس. الكيس دي اسمها ايه؟ ار اتش اس. يبقى الكيس دي بتتكلم عن two triangle are congruent if what؟ if the right angle the two triangle are right will hypotenuse equal hypotenuse and one of the other side equal one of the other sides. يلا بينا نقول case number four hypotenuse and one of the other sides in the right angle triangle. هو كده كده هيبقى right وفي hypotenuse وفي one of the
سايز، الكيس يبقى اسمها ار اتش اس. يلا تو رايت، هو بيكتب لي كده في الامتحان، يكتب لي الجمله الاولانيه دي بس ويسيب لي دوتس. تو رايت انجل تراينجل ار كونجروينت اف، ويسيبها فاضيه. اف ده ايه؟ خلاص هو قال لي ان هما رايت انجل، يبقى فاضل الهايبوتنس اند وان اوف ذا اذر سايد، يبقى تو رايت انجل تراينجل ار كونجروينت اف ايه؟ هو قال رايت الشرط بتاع الرايت انجل، يبقى فاضل ايه؟ اف ذا هايبوتنس and a side in the first triangle congruent to its corresponding in the second triangle. نقوله بأي طريقة، المهم نقوله صح. يبقى الكيس نمبر 4 بتتكلم ان انا عندي ايه؟ عندي right angle و hypotenuse واحد من two sides في first triangle are congruent مع مين؟ مع right angle وال hypotenuse and one of the other side in the second triangle. تعالوا بينا نشوف example ونطبق على البارت ده، يلا بينا. In each of the following figure, show if the two triangles are congruent or not. خلاص عايزين نشوف congruent ولا لا. If they are congruent, name the case. لو هما congruent قول لي اسم الكيس دي ايه. خلاص. If they aren't, give the reason. اوكي يلا بينا نبدأ. أول رسمتين تعالوا نشوفهم كيس ولا لا. ادي side equal side. وادي سايد ايكوال سايد، يبقى كده تو سايدز لازم الانكلودد انجل، الانجل اللي ما بينهم هنا فعلا انكلودد انجل. اه يبقى دي ايه؟ ها دي انه كيس تو سايدز والانكلودد انجل، تو سايدز وانكلودد انجل، يبقى اس اي اس. طب تعالوا نشوف دي، السايد ده ايكوال السايد ده والسايد ده ايكوال السايد ده واللاين اللي اسمه اي سي ده كومن سايد، كومن سايد يعني موجود في الاثنين، يبقى هو ايكوال، يبقى كده 3 سايدز ايكوال 3 سايدز، فالكيس دي اسمها اس اس اس، سهله جدا. يلا بينا نشوف تاني. طيب هنا اللاين ده ايكوال اللاين ده وده ايكوال ده، طبعا دول فيرتيكلي اوبوزيت انجل فاشور ان هم ايكوال، يبقى كده 2 سايدز وانكلودد angle، two sides والانجل ما بينهم صح كده، two sides included angle، يبقى الكيس ديت بتقول ايه؟ two sides included angle. يلا بينا هنا. طيب هنا ايه بقى؟ السايد ده equal السايد ده وده common side وده common side والانجل ما بينهم اهي equal الانجل ما بينهم اهي، يبقى two sides included angle equal two sides included angle، يبقى two sides included angle برضو. يلا بينا نشوف دي. رايت انجل، الاي رايت انجل والسي رايت انجل، ادي في رايت انجل. طب نشوف الهايبوتنس، اه ما هو الهايبوتنس كومن سايد، يبقى في هايبوتنس ايكوال صح، وفي وان اوف ذا اذر سايدز اللي هو الاي دي والسي دي، يبقى ار اتش اس، يبقى الكيس دي مين؟ الكيس دي اسمها ار اتش اس، رايت انجل وهايبوتنس وسايد، الهايبوتنس هنا كومن سايد يعني موجود في الاثنين يبقى ايكوال. يلا بينا نشوف ده. هنا اللاين ده ايكوال اللاين ده، وطبعا دي ايكوال دي فيرتيكلي اوبوزيت انجل حتى لو هو ما قالش. طب هنا الانجل دي ايكوال دي. طب في رسمة التراينجل ده تو انجلز والانكلودد سايد او سايد بتوين ذم، هنا انجل وسايد والانجل التانية بعيدة، مفيش ولا كيس، يبقى نو نوت كونجروينت. واي نوت انف داتا؟ يبقى لو قال لي ليه السبب هقول له ايه؟ نوت انف داتا، نوت انف ايه؟ داتا. يلا نشوف اللي بعدها. تعالوا بقى نبدأ في الأسئلة دي. أول حاجة وإحنا بنحل السؤال ده، سؤال زي ده لازم يتقرا كويس جدا وبعدين نبدأ نحل. أول بارت فيه بيقول إيه؟ أول بارت بيقول AB equal AD BC equal 7، وإنت بتقرا السؤال اتأكد إن الداتا دي موجودة على الرسم، وإن measure of angle BAC BAC اللي هي دي 25 equal D equal 25 وانجل B equal 30. find او ونجيب زي اللي هو طالبه مننا زي ما انتم شايفين. طيب دلوقتي احنا عايزين نحل الاسئله اللي هو طالبها. طيب هنحلهم ازاي بقى؟ يلا بينا نبدا. اول حاجه بيقول لي تراينجل اللي اسمه اي سي بي فين؟ تعالوا بالراحه نبص عليه. اي سي بي يبقى congruent مع انه تراينجل نقرا بنفس الطريقه، يبقى اي سي دي congruent with تراينجل مين؟ اي سي دي. طيب انجل دي ايكوال كام؟ انجل دي ايكوال كام؟ اكيد شور انجل دي ايكوال اللي قصادها. طب مين الانجل اللي قصادها؟ 30، يبقى انجل دي ايكوال 30 ديجري. تمام. طيب السي دي ايكوال كام؟ سي دي اللاين اللي اسمه سي دي اكيد قد ده، يبقى ايكوال 7 سنتيمتر، ايكوال 7 سنتيمتر. طيب
اللاين الميجر اوف انجل اي سي دي اي سي بصوا كده بالراحه اي سي دي يبقى هو عايز الانجل دي. طيب طالما هو عايز الانجل ديت انا هعرف اجيبها منين؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. هي الانجل دي اللي هو عايزها اي سي دي ايكوال مين؟ ايكوال دي صح ولا لا؟ طب احنا عندنا دي؟ لا ما عندناش دي. طب بس نعرف نجيبها ليه؟ لما يديك في اي سؤال التو انجلز وعايز الثيرد انجل نعمل لهم بلس وماينس من 180. تاني زي الرسمه بتاعت السؤال اللي بعده، مديني تو انجلز اقدر اجيب الثيرد حتى لو ما طلبهاش، هعمل لهم بلس وماينس من 180. فاحنا هنقول يبقى ميجر اوف انجل اي سي دي هي ايكوال مين؟ ايكوال ميجر اوف انجل اي سي بي اللي هي ايكوال 180 ماينس 100 ماينس 25 بلس 30 يبقى ايكوال 125 ديجري. وبكده نكون خلصنا شرح الرسم بتاعنا النهارده، وما تنسوش تستنونا في البارت 2 مع حل اسئله على الرسم ده. باي، سي يو نيكست.